السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمتواصلة من قناة الأيام الفضائية، مستمرين ومفتخرين بالانتصارات للقضية الفلسطينية وما يحقق طوفان الأقصى هذه العملية اللي انطلقت صباح اليوم ب5000 صاروخ على الكيان الصهيوني، والعملية مستمرة إلى وقت تغطيتنا بالبث المباشر، ومستمرين اكيد مع ضيوفنا الاكارم بالاستوديو. حياكم الله استاذ مفيد السعيدي الباحث في الشان السياسي، وكذلك الاستاذ علي فضل الله. حياكم الله سيدي. حياكم الله ضيوفنا الاكارم. نبتدي وياك استاذ مفيد اليوم، اذا نبحث في اثر هذه العمليه، العمليه نوعيه الاولى من عام 1973 واعلان حاله الحرب، بالتالي اثر هذه العمليه وين ممكن يوصل بالنسبه للكيان الصهيوني وبالنسبة للوبي الدولي الداعم لهذا الكيان؟ نعم، تحية طيبة لكل جميع المشاهدين الكرام والسيد علي فضل الله. طبعا اليوم هي بحد ذاته انتصار واضح للمقاومة، وأيضا بدد كثير من الترهات التي تقول بأن ذات الكيان الصهيوني ذات صاحب الإمكانيات والتكنولوجيا العالية ما خص القبة الحديدية، وأيضا الجهاز الاستخباراتي والمنظومة الإلكترونية ومنظومة الأمن السبراني الذي يحظى بها والكل متخوف منها، ماذا عنت أكثر الدول وبعض زعماء الدول العربية إلى ذهاب باتجاه التطبيع خوفا من تلك الهالة من أن يكون هو صاحب الريادة في هذه القوة. الهجوم اليوم نوعي بحد ذاته، ذهب باتجاه تشكيل مجاميع خاصة، استطاعت هذه القوة ليس فقط أن تسربت المجاميع ودخلت إلى داخل أراضي غزة وأثرت، بقدر ما تكون أبعد من هذا، نأخذ إذا أبعد هو تعطيل أنظمة الاستشعار وأيضا القبة الحديدية الذي لا استطاعت لا أجهزة استشعار ولا كاميرات مراقبة ولا حتى أجهزة استخباراتية أن تكشف هذا المخطط. هذا ليس مخطط بين ليلة ويوم أن فكرت المقاومة أن تدخل وتقوم بهذا العمل، بقدر ما يكون ذات تخطيط مسبق. وأيضا ذات لاحظ قبل أيام نوه السماحة السيد خامنئي بأن القدس أو الكيان الصهيوني ذهب إلى الزوال وسيلقي ضربة قاصمة على يد المقاومة بما معناها، فهي قد تحققت هذه الرؤية. وأيضا ليس أيضا نابع عن كلام إعلامي أو ليس فقط خطاب اعتيادي، فلذا اليوم تعتبر كسر شوكة الصهاينة الموجودة في المنطقة، وأيضا أن تستثمر عربيا واسلاميا حتى نستطيع ربما ان نحد من التمدد. وايضا خليني اوقف عند نقطه مهمه اشرت لها حضرتك، موضوع الاعلام. الاعلام الغربي استاذ علي دائما يسوق عكس هذا الموضوع، يصور الكيان الصهيوني كانما بعبع بالنسبه للدول المقاومه ومحور المقاومه وكل احرار العالم. اليوم شفنا الواقع يختلف، شفنا الكيان الصهيوني بمقاومه اسلاميه منظمه قدرت تدخل لمناطق واسعه وتأثر ضباط من الصهاينة بمراتب عالية. قبل أن نخوض بالحديث في هذا الموضوع، دلالات هذه العملية كبيرة جدا، هذه العملية النوعية. طبعا تحياتي لحضرتك عفوا وليستاذ مفيد ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة. دلالات هذه العملية، أولا استطاعت هذه العملية النوعية الدقيقة جدا أن تقلب موازين القوى، أن تغير المعادلة، معادلة الحرب والسلام، من خلال هذا الجهد الكبير الذي استطاع أن يشل الجهد الاستخباري الغربي وحتى الصهيوني. سؤال حضرتك، الإعلام الغربي استطاع أن يصنع حقيقة فوبيا كبيرة جدا بعدم المواجهة للمسلمين رغم الفشل بمعركة سيف القدس. أحسنت. لا خلينا حتى أرجع الذاكرة. فصائل المقاومة العراقية في موضوع المواجهة للقوات الأمريكية عندما تجاوزت الحاجز الإعلامي وهول الحاجز الإعلامي على أن هنالك ماكينة عسكرية كبيرة جدا من أقمار صناعية وأجهزة استخبار واستشعار حديثة وتقنيات متطورة جدا تستطيع أن تستشعر أي حدث قبل أن يحصل، عندما تجاوزت هذا الحاجز فصائل المقاومة استطعنا أن ننتقل إلى مرحلة وهي مرحلة كسر الحواجز والانتصار على أكبر قوة عسكرية واقتصادية وعسكرية وقتها هي الجانب الأمريكي. اليوم فعلا في فصائل المقاومة الفلسطينية عندما التحمت بمحور المقاومة أنا أعتقد بدأنا نستشعر حالة الانتصار. الجانب الأول هو عدم الاهتمام للماكينة الإعلامية الغربية على أنه الأقمار الصناعية والأجهزة الاستخبارية الصهيونية قادرة أن تفشل وأن تكبح جماح أي عملية عسكرية قبل أن تحصل. اليوم هذه العملية المفتوحة الكبيرة جدا والتي استخدمت فيها صنوف متعددة من فصائل المقاومة الإسلامية، الطائرات المسيرة والطائرات الانتحارية والطائرات البخارية أو ما يسمى الدراجات الطائرة وكذلك القوات الخاصة،
كل هذه الأجهزة بينت قوة التنظيم والتخطيط وكذلك وجود مراكز قيادة متحركة لم تعول هذه المفارز الفلسطينية والتي دخلت الأرض الفلسطينية لم تعول على مراكز القيادة والسيطرة الخلفية، بل هنالك مراكز متنقلة وكأنه كل مفرزة هي عبارة عن وحدة متكاملة. والأساس أستاذ علي كل هذا المبدأ العقيدة هي مشاريع اليوم مشاريع استشهاد لما يروح بهذه المروحيات البسيطة أو الوسائل البسيطة أو حتى مباشرة، يعني بعض الصور شفناها. لذلك هذا السلاح لا يمكن تصنيعه ويعبرون السياج. أحسنت. هذا السلاح عذرا، هذا السلاح لا يمكن تصنيعه في المعسكرات الغربية. هذا السلاح هو إرث محمد وآل محمد، هو إرث الدين الإسلامي اللي زرع هذه العقيدة لدى المقاتل، وبالتالي الذين باعوا أنفسهم من أجل الدين والوطن واستطاعوا أن يحققوا هذا الانتصار على هذه التقنية الكبيرة. نعم. خلينا ننتقل لي الأستاذ سعيد شاوردي من طهران، ينضم لنا عبر السكايب. حياكم الله استاذ سعيد. حياك الله اخي العزيز، تحيه لك ولضيوفك ولجميع المشاهدين. اهلا ومرحبا بك. بدايه نبارك هذه الانتصارات المتحققه اليوم من قبل المقاومه الفلسطينيه على الكيان الصهيوني، ونتساءل اليوم شفنا امكانيات المقاومه ومدى قدرتها على المطاوله والمجاراه للكيان الصهيوني، لكن مساحه المعركه اليوم تتزايد، العمليه مستمره الى غايه هذه اللحظه وممكن تستمر. بالتالي فصائل المقاومة قادرة على الاستمرار خلال الأيام القادمة بناء على المعطيات المتحققة في اليوم الأول؟ أنا أعتقد بكل تأكيد، يعني وهذا ليس شعار، نعم المقاومة قادرة على الصمود، وليس فقط الصمود بل ستباقت العدو الإسرائيلي في الأسلحة والصواريخ التي ستستخدمها خلال الأيام القادمة إن استمرت الحرب. نعم. وهي مرشحة لأن تستمر يمكن لأيام يمكن لأسابيع. تصور أخي العزيز عندما تطلق المقاومة خلال يوم واحد خلال ساعات 5000 صاروخ وقذيفة، فمعنى هذا أن لديها الكثير في جعبتها، وإلا مش معقول أن يعني تستهلك كل صواريخها وقذائفها خلال يوم واحد، لأن المقاومة تعرف ولديها خبرة طويلة. نعم. خلال حربها مع العدو الإسرائيلي يمكن أن تستمر الحرب لشهر لشهرين لأكثر من ذلك، فهي تمتلك الكثير في جعبتها، خاصة أن الشيء المهم والتطور الخطير بالنسبة لإسرائيل هو أن هذه الأسلحة باتت تصنع داخل غزة داخل فلسطين وليس تستورد من الخارج. صحيح أن هناك كمية من السلاح تأتي لفصائل المقاومة من الخارج، هذا مهم في حال قطع الإمدادات ممكن خلال الأيام القادمة، لكن الاستراتيجية الأساسية أن تصنع هذه الأسلحة داخل غزة بعقول غزة. صحيح أن هناك تكنولوجيا من إيران ومن حزب الله ومن أماكن أخرى قد زودت الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة بهذه الخبرة من أجل مواجهة العدو الإسرائيلي، ولكن الشيء الذي باتت تبني عليه المقاومة وحتى إيران تريد أن تصبح المقاومة هي أن تتمكن المقاومة بمفردها وبالرقم من الحصار عليها تستطيع أن توفر الأسلحة المناسبة لمواجهة العدو الإسرائيلي، وهذا ما وصلنا إليه باعتقادي اليوم من خلال هذه العمليات النوعية التي شهدناها في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. المقاومة الفلسطينية أستاذ سعيد وحدها اليوم خلينا نقول أو لغاية هذه اللحظة قادرة أنه تسبب الإرباك بالداخل الصهيوني. ينتقل بالسؤال يا الأستاذ سعيد، غلاف غزة سكانه يتجاوز 55,000 نسمة، مطار بن غوريون، تل أبيب حاليا بحالة حظر كامل، هذه المعطيات شنو تأثيرها على مراكز القرار في الكيان الصهيوني؟ شنو ممكن تشكل؟ بعد اطلاق العملية بساعات لم تصدر هناك أي ردة فعل من الكيان الصهيوني، لا على مستوى إعلام ولا على مستوى سياسي وحتى قوة عسكرية، إلا بعد ساعات يلا فقدت من حول الصدمة الذي تعرضت له فصائل المقاومة إلى تل أبيب والمناطق، وأيضا كان الاستهداف استراتيجي ذهب باتجاه المناطق الذي فيها قبة أو غلاف الصد الموجود مثل ديترويت وأيضا غزة وبعض عسقلان، وحققوا هناك ضربات نوعية. اليوم الكيان الصهيوني واقف عاجزا أمام الرد، لكن ذهب باتجاه الضربات باتجاه المستوطنات الفلسطينية وأيضا قصف
حتى على الفلسطينيين، وايضا ادى الى استشهاد احد القيادات الموجوده. هذا كان الرد الدموي من قبل عاجز بسبب انه ضعف امكانات ام انه العمليه صادمه مفاجئه؟ العمليه صادمه ومفاجئه، وايضا عندما ذهبوا الفصائل الدخل على شكل مجاميع مثل ما تفضل الاستاذ علي، هذه كل مجموعه هي عباره عن قياده عمليات تدور محورها وعملياتها بنفسها، فحققوا الانتصار. عندما يريد اليوم ان يقضي على هذه المجاميع دخلت هو وقف عجزا امامها، فذهب باتجاه قصف الابرياء والمواطنين، لانه فقط يعول على هذه السياسات الكيان الصهيوني، يعني ان يجعل هناك ضحايا وشهداء مدنيين ويؤجج الراي العام باتجاه حتى يجبر الفصائل الموجوده على الانسحاب والتقهقر حتى يستطيع ان يلملم شتاته الموجوده. لكن اليوم من خلال متابعتك يعني احنا نشوف الراي الشعبي الفلسطيني اليوم متصدر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الروح الحماسيه، بالتالي هذه الاساليب راح تاثر على المقاومه الفلسطينيه؟ لا هي لم تاثر. انت اليوم اذا تشوف الفصائل دخلت بالعمق واليوم سيطر على ثلاث مدن في داخل الاراضي المحتله، وايضا تحتاج زرهان واحتجزت كبار الضباط الموجودين اكثر من ضابط قرابه 50 محتجز حاليا عسكريين، وهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى هذا ليس بالشيء السهل والهين أن تتعرض لها الكيان الصهيوني، فلذا هي تعول فقط على أن يكون هناك بحر من الدماء من المواطنين حتى تجبر هذه الفصائل على الانسحاب والتقهقر. نتنياهو اليوم صار علي نتنياهو أعلنها رسميا، قال إحنا الموضوع مو عمليات، مو حالة خاصة، عملية طوفان الأقصى، قال إحنا في حالة حرب. بالتالي شنو الخيارات الموجودة عند الكيان الصهيوني حتى ممكن يعلن الحرب على المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ يعني شدة الصدمة لهذه المعركة هو نجدها في إعلان حالة التدابير الثامنة والتي تعني وجود حالة من الحرب، هذه الحالة التي لم تعلن منذ عام 1973. أنا أعتقد هول الصدمة والضربة المفاجئة لفصائل المقاومة الفلسطينية للكيان الصهيوني ونقل المعركة من الأرض الفلسطينية كما كان معتاد سابقا، اليوم انتقلنا إلى داخل العمق الصهيوني، وبالتالي هذه الضربة برأي أربكت أولا مراكز القيادة. بالمناسبة فاتني أذكر نقطة مهمة جدا، بالإضافة للأسلحة اللي ذكرتها، طبعا هنالك هجوم سبراني أيضا رافق هذه العملية، وبالتالي هذا الموضوع عطل مراكز القيادة على الأقل في غلاف خزة. الحرب مو فقط عسكرية، أحسنت، لا معركة تقنية، معركة معلوماتية، معركة استخبارية بكل معنى الكلمة. والدليل هذه المعلومة بالمناسبة أعطت انطباع إيجابي مهم جدا، ولأول مرة لطالما اخترقت فصائل المقاومة من خلال المندسين والعملاء للكيان الصهيوني. هذه العملية تحديدا أثبتت أن صفوف المقاومة الفلسطينية أصبحت نظيفة جدا ولا يمكن اختراقها. دليل ذلك حجم العملية واسع وكبير جدا، كان من الممكن أن يخترق، لكن يبين أن هنالك تخطيط عالي المستوى، وبالتالي نقل يعني المعركة. مساحة غزة وحدها أكثر من 365 كيلومتر مفتوحة. يعني المعركة تكتيكية كانت بجدارة، البدء برشقات صاروخية، المهاجمة من عسقلان بثلاث محاور للمناورة والتمويه، ثم الدخول من غلاف غزة من خلال 300 مقاتل، ثم عزز ب 1100 مقاتل. دخول القوات الخاصة لفصائل المقاومة الفلسطينية تحديدا كتائب عز الدين قسام، أنا أعتقد هنالك انتقالة ونقلة موضوعية مهمة جدا من العوامل الإيجابية اللي راح تكون من نتائج هذه الحرب. أولا صيد الجرذان للكيان الصهيوني على مستوى قيادات وضباط ومراتب، هذا الموضوع سيعادل ويغير موازين القوة في المرحلة القادمة، سيكون فاتحة خير للأسرة للفصائل المقاومة الفلسطينية وحتى باقي فصائل المقاومة في السجون الإسرائيلية. هذا ماذا يعني؟ سيزداد منسوب الحالة المعنوية للشعب الفلسطيني لفصائل المقاومة، حالة انهيار كامل للجيش الإسرائيلي. دليل ذلك لحد الآن لم نشهد أي هجوم مضاد من قبل الجيش، جيش الكيان الغاصب. هذا يبين على أنه أكل حقيقة أكل الطعم الكيان الصهيوني، واستطاعت فصائل المقاومة أن تربك كل الحسابات الصهيونية، وبالتالي تغيير موازين القوة قادم للمرحلة القادمة. الأهم الهجرة العكسية ستبدأ من الأراضي الفلسطينية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وستغادر وسيغادر الحقيقة عشرات كل الآلاف الذين تحت القصف تم جلبهم من الدول الغربية وباقي بقاع العالم باتجاه أراضيهم الأصلية، وبالتالي سنشهد انتصار على مستوى الجغرافيا في المرحلة القادمة. بالتالي هي تطور أستاذ سعيد بالنسبة لفصائل المقاومة، اليوم الحرب مو فقط حرب صواريخ
مو فقط حرب شوارع. نقطة مهمة أشار لها أستاذ علي، حرب سبرانية. اليوم الجيش الصهيوني أعلنها، ووسائل الإعلام العبرية أعلنت عنده بعض المراكز القرار المهمة والمعنية بالأمر الأمن السبراني تم السيطرة عليها من قبل فصائل المقاومة. بالتالي هذا التطور شنو ممكن يفسر لنا بالنسبة لحركة المقاومة خلال الأيام القادمة؟ نعم، بكل تأكيد الحرب لم تعد يعني هي فقط صواريخ وطائرات، بل يعني أعتقد إسرائيل وصلت إلى قمة أو ذروة القوة منذ فترة طويلة، وباتت اليوم نحو يعني النزول. لا تستطيع بإمكان المقاومة اليوم من خلال ضرب المطارات أن تخرج الطائرات حتى F-35 والطائرات الإسرائيلية الأخرى، وتجعل إسرائيل غير قادرة أن تستخدم هذا السلاح الذي كانت تتباهى فيه في يوم من الأيام، وتقول أنها تمتلك القوة الجوية الأقوى في الشرق الأوسط. لا، بل هي أحد أقوى القوات الجوية في العالم كما تزعم كانت في السابق. اليوم لا، ليس بإمكان هذا السلاح أن يحسم المعركة، ليس فقط مع إيران أو مع حزب الله أو مع الفصائل الأخرى، بل حتى مع الفصائل الفلسطينية التي هي قريبة إلى إسرائيل. اليوم الحرب السيبرانية بكل تأكيد هي مهمة جدا، واليوم ما حصل يعني فشل ذريع لإسرائيل، للموساد، وحتى للCIA والكثير من أجهزة الاستخبارات الغربية. بالتالي شنو الورقة المتبقية للكيان الصهيوني أستاذ سعيد؟ يعني شفنا إحنا ما يروج للقبة الحديدية بسيف القدس، سقطت هذه القبة وتهاوت. اليوم الموضوع الأمن السبراني سقط عند الكيان الصهيوني. قوات الجيش وضباط كبار في الكيان الصهيوني مثل ما نوهنا في بداية التغطية هم تحت الأسر عند المقاومة الفلسطينية. شنو الأوراق الباقية عند الكيان الصهيوني؟ والله الورقة الوحيدة أنا أعتقد لربما هي الجرائم، المزيد من الجرائم واستهداف المدنيين وإراقة الدماء. يمكن أن تستخدم إسرائيل فقط هذه الورقة حتى تجبر المقاومة على وقف عملياتها، ولكن أيضا أعتقد هذه الورقة هي محروقة وستفشل فيها إسرائيل. أنت عندما ترى اليوم مئات بل الألوف من الشباب الذين لا تتراوح أعمارهم العشرينات والثلاثين عاما هم بهذا الحماس ويدخلون إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهم ذاهبون نحو الشهادة، فلا أعتقد المجازر وقصف المدن والأحياء السكنية من قبل إسرائيل سيوقف المقاومة أو يوقف الشعب الفلسطيني من مقاومته. بالتأكيد هذه روحية الشباب المقاومة الفلسطيني المتلحة. وأيضا أن الشباب الفلسطيني اليوم سنشهد يعني هناك معارك في الضفة وفي أماكن أخرى ضد هذا الاحتلال البقيض. والمقاومة الفلسطينية كشفت أوراق الكيان الصهيوني، واليوم أستاذ مفيد أبو عبيدة الناطق باسم كتاب القسام وصف الكيان الصهيوني بالنمر الورقي. اليوم هذا النمر الورقي قادر بعد هذه الهزائم كلها أنه يشكل فد خطر على محور المقاومة أو حتى على الشعب الفلسطيني؟ لا، بالتأكيد اليوم الورقة الرابحة لدى الكيان الصهيوني هو فقط أن يكون هناك جرائم عبادة جماعية بحق الفلسطينيين الموجودين. نفس الوقت هي تناور بورقة الجرائم وورقة التفاوض. لاحظنا موقف السعودية دعا إلى واقف العمليات والهدنة، الموقف المصري كان أيضا كذلك، الأردني أيضا كان أعرب عن خشيته، الأمم المتحدة، بعض الدول الأوروبية وأيضا الغربية ذهبت باتجاه التهدئة والإدانة. هو يسعى إلى الورقة أن يجري باتجاه الجرائم وكسب الرضا الدولي باتجاه أن تكون هناك ضغط دولي على فصائل المقاومة الموجودة في المنطقة وعلى من يرعى هذه الفصائل ويمدها بالسلاح والروح المعنوية. فإذا هو يذهب بهذا الاتجاه حتى يستطيع أن يقلص من فجوة الخسائر الموجودة في كيانه، وأيضا يحاول أن يسيطر ويلم شتاته، وإلا ذهبنا باتجاه العزم مثل ما بدأنا في صباح اليوم، لا بالتأكيد سيكون هناك انهيار لما يسمى دولة الخرافة الموجودة على أرض فلسطين. قادر أستاذ علي هذا الدعم الدولي اليوم يخفف من المعركة وممكن يشكل فالتأثير على فصائل المقاومة؟ لا، ما هو المتوقع حقيقة من المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي محكوم للأسف من قبل الإيرادات، إيرادات الدول الكبرى،
لا سيما الجانب الأمريكي وفرنسا وبريطانيا، واضح من خلال بيان وزارة الخارجية ودعمها للكيان الصهيوني وإعلان سريع من قبل الحكومة الأمريكية بإرسال إمدادات قرابة 8 مليار دولار كمساعدات عسكرية. بايدن وبلينكن أكدوا هذا واضح، قالوا احنا على تواصل. لكن هذا الموضوع الأهم، هل هذا الموضوع كان غائب عن ذهنية المخطط والمدير لهذه العملية من قبل محور المقاومة وتحديدا فصائل المقاومة الفلسطينية؟ قطعا هذه الأمور كانت حاضرة في الحسابات. رح يترك تأثير على الدول والأسماء اللي ذكرها أستاذ مفيد على أقل دول المنطقة؟ ما المتوقع في المرحلة القادمة؟ قطعا الأسلوب الفوضى والهمج الوحشي سيكون حاضر من خلال سلاح الجو الإسرائيلي، وقد يكون حتى الموضوع على مستوى تدخل السلاح الأمريكي في هذا الموضوع، لكن هذا الموضوع لن يعجز فصائل المقاومة. المتوقع أيضا، وهذا الموضوع بدأ الآن مباشرة من قبل الدول العربية، هو العمل على إنهاء المعركة. المعركة حقيقة جعلت الجيش الإسرائيلي، إنهاء المعركة بهذا الوضع لمصلحة من؟ طبعا خلينا نكون واقعيين، اذا نفكر بواقعيه، ليس من مصلحه فصائل المقاومه الاستمرار بهذه المعركه. هذه المعركه مع تمدد الخطوط تحتاج الى امدادات قويه جدا. المعركه تدار بواقعيه وعقليه كبيره جدا، حققت الغرض الرئيسي والاهم وهو تغيير موازين القوى وايصال رساله على انه سلاح المقاومه الفلسطينيه قادر ان يصل الى داخل العمق الاسرائيلي. الى الان الى هذه اللحظه صافرات الانذار تدور في الكيان الصهيوني اليوم، رساله الصور مباشره يعني المشاهد يتابعها من خلال سرايا القدس. نشر الصوره حقيقه في مواقعها، تصوير للطائرات المسيره لقلب تل ابيب، واوصلت رساله ان تل ابيب هي تحت متناول الطائرات المسيره الانتحاريه لفصائل المقاومه. التعامل حقيقه بعقلانيه ورتابه وحسابات دقيقه جدا حاضره. التمدد سيكون حاضر بدقة، أعتقد سيتم تقديم الأسلحة القوة الصاروخية إلى داخل العمق، المناطق التي الآن وقعت تحت سيطرة فصائل المقاومة سيتم تقديم أنا برأيي القوة الصاروخية من أجل استهداف أبعد مسافة ممكنة في حال تفكير الكيان الصهيوني الاستمرار بهذه المعركة. بالتالي غلاف غزة اليوم هو كله تحت الصواريخ، بالضبط كله مستهدف. تجاوزوا حقيقة مع السيطرة على أكثر من 10 مستوطنات إسرائيلية. أنا أعتقد سيدعم القوة الصاروخية باعتبار أن المسافة ستكون أبعد في الأيام القادمة. لكن المتوقع أن يكون تدخل ووساطات عربية الآن لإيقاف هذه الحرب، باعتبار أن الكيان الصهيوني وقف باهت أمام هذه القوة المزلزلة وهذه الهجمة المفاجئة. وطلب الكيان الصهيوني أستاذ سعيد هذه المساعدة، أستاذ علي عفوا، هذا الدعم الدولي طلب اليوم من أمريكا، من باقي الدول المتحالفة مع الكيان الصهيوني. بالتالي هذا الدعم نتوقع أنه راح يكون دعم سريع وبالتالي إخماد هذه المعركة. طبعا إسرائيل أخي العزيز، أنا أعتقد يعني الدعم الأمريكي كان في يوم من الأيام، والدعم الفرنسي والغربي والبريطاني وأوروبا بشكل عام لإسرائيل كان مؤثر في حروبها يعني مع الدول العربية ومع الشعب الفلسطيني، كان يحسم المعركة. اليوم أنا لا أتصور أن إرسال أي أسلحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية سيستطيع يجعل الجندي الإسرائيلي الذي يعني معنوياته منهارة، باعتبار اليوم المعركة مو معركة سلاح فقط في الحرب. نعم الصوت نعم. يتقطع شيئا يعني. أقول يعني المعركة مو معركة سلاح. تصور يعني هذه المناطق أو هذه المستوطنات التي استطاعت فصائل المقاومة أن تسيطر عليها بهذه الطريقة، يعني هذه الطريقة المخيفة بالنسبة للإسرائيلي، أصبح لا أعتقد حتى لو استطاعت إسرائيل أن تسيطر عليها مرة أخرى بالسلاح أو بالجرائم، المواطن الإسرائيلي أو المستوطن الإسرائيلي بالأحرى لا يستطيع أن ينام في هذه المناطق. يعني كل يوم وكل ليلة بيشوف الكوابيس، يعني هل يستطيع ويجرى أن يبقى؟ هو بات يعرف أن الجيش الإسرائيلي بسلاحه وبالقبة الحديدية وبصواريخه وبما يمتلك من أسلحة نووية لا يستطيع أن يوفر له الأمن. اليوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية كما تفضل الضيوف ستلجأ إلى العمل على إنهاء الحرب، لأنها تعرف أن إسرائيل لا تستطيع أن تصمت في هذه الحرب، لا تستطيع أن تدخل حربا برية في الدبابات إلى غزة. هو بالأساس أستاذ سعيد، يعني بالأساس هذه الحرب من المتسبب الأساسي بها؟
اليوم لما اكو مساعي دوليه حتى اذا صارت لاخماد هذه الحرب، بالتالي هو من المتسبب بالاساس؟ الحرب مزاجيه، يعني اليوم فصائل المقاومه تحركت بمزاجيه حتى تقصف وتسيطر وتدخل على هذه المناطق. ما هو الكيان الصهيوني مثل ما نعرف مسبب رئيسي لهذه الحرب؟ نعم لا، هناك يا اخي العزيز اليوم لو تتابع يعني الاعلام العربي، هناك جزء من للاسف هؤلاء المنبطحين يحاولون يعني هذه المعركه التي تشرف كل انسان مسلم وعربي، فاتوا يبحثون عن صوره لامراه او فتاه ما بعرف كانت يعني ملابسها مش جيده، ويقولون انه ليس من استدراج العواطف مع هذه الفتاه بهذه الطريقه، يريدون ان يقطوا على الحدث الكبير كما تفضل الاحتلال الاسرائيلي الذي بات ان يقترب من 80 عاما، اكثر من 75 عاما للاراضي الفلسطينيه، هذا لا يرونه، ويحاولون يعني اتهام فصائل المقاومه انها هي التي تسببت في هذه الحرب. لا يصدق احد من شعوبنا هنا العربيه والاسلاميه والكثير من شعوب دول العالم هذه الاكاذيب. الكل يعرف ان المشكله هي الاحتلال الاسرائيلي والدعم الامريكي والغربي لهذا الاحتلال. نحن ما نقوله وما يطالب به الشعب الفلسطيني هو انهاء هذا الاحتلال. الشعب الفلسطيني لا يريد تطبيع من قبل هذه الدوله او تلك الدوله مع اسرائيل، بل يريد موقف مشرف من هذه الدول العربيه وخاصه الكبيره والاسلاميه في نضاله ضد هؤلاء المحتلين. هو حتى وهذا هو المنتظر استاذ سعيد من كل الشعوب الحره، الشعوب الاسلاميه العربيه، معي معنويا على الاقل. نعم استاذ مفيد، اليوم المواقف استعرضت جزء منها، بالتالي كمجمل لهذه المواقف تشوف المواقف على الاقل المواقف العربيه المواقف الاسلاميه داعمه لهذه القضيه؟ اكو وحده في القرار والراي باتجاه القضيه الفلسطينيه؟ يعني إذا أريد نتكلم على مستوى الشعوب، فأغلب الشعوب هي داعمة للقضية الفلسطينية ومؤيدة للعمليات الجارية. احنا مشكلتنا بالحكومات. المشكلة بالحكومات، وحتى احنا عندنا سبب وضعنا السياسي، اليوم ما لاحظنا بعض القوى السياسية نددت كشخصيات لها ثقلها ووزنها في الساحة السياسية. ربما تحفظت على الأول وصمت إعلامي أمام هذه العمليات لحد هذه اللحظة. أيضا هذا يدعي إلى التشكيك والتخوين في أن نمضي قدما في أن في مثل هذا العمليات ودعم المقاومة. وفي نفس الوقت يعول الآخرين على قوة الجيش الإسرائيلي. احنا نلاحظ أي شخص ما يدافع عن بلده لم إذا كان هذا مو بلدي مثل ما إسرائيل، هم جاءوا من دول غربية وعربية وتجمعوا الروح الوطنية موجودة، الروح الوطنية مفقودة لدى الجيش الإسرائيلي. فلاحظت اليوم عندما هجمت المقاومة قد سلموا واستسلموا للقوة والهول الصدمة الموجودة. هي المشكلة ليس في قدرة السلاح بقدر ما الشخص اللي يمسك السلاح. نحتاج مواقف أكثر قوة، المواقف القوة بالتأكيد، المواقف السياسية من الشخصيات العامة والدول يعضد موقف المقاومة الموجودة. لكن أنا أقول هذه عملية هي عملية نوعية وأيضا مفصلية في تاريخ المقاومة، أيضا غير كثير من مكان اللعب الموجود في المنطقة. غدا عندما تتكلم المقاومة تتكلم بلغة عالية مثل ما كان العمل في اليمن. اليمن كيف استطاعت أن تأخذ إلى واقع السلام وأيضا ترضخ القوات السعودية إلى السلام بقدر القوة الموجودة، قوة الطائرات وقوة المقاومة الموجودة في الأرض. فإذا اليوم موجودة أيضا الطائرات التي قصفت في داخل تل أبيب وغزة واستطاعت أن تعبر هذه القوة الهائلة الذي صدرت بينها هائلة، هي استطاعت أن تخترق وتصل إلى نقاط الاستهداف. هذا لي على ان غدا تل ابيب هي ليس بمأمن، وهؤلاء المستوطنين هم اليوم ليس بمأمن. فلاحظ ربما هجره عكسيه مثل ما تفضل سعادي من فلسطين باتجاه دولهم، لان اليوم اصبحت بالنسبه لهم اصبحت اسرائيل ومستوطناتهم غير امنه امام مثل هكذا اجتياحات. وايضا هذا اتوقع ان تكون هناك ربما لا نقول هند وانما انسحاب لفصائل المقاومه الموجوده، حتى لو انسحبت حتى لو قدموا الضحايا، لكن اليوم حققت نقطة إيجابية وتقدم كبير. خلال الأيام القادمة بس الواقع حاليا أكو تمدد، أكو تمدد، أكو تمدد، حرب، أكو صواريخ. هذا التمدد اليوم لابد أن مدعم على كل مجاميع، وهذا من الصعب على إسرائيل أن تقضي على هذه المجاميع الموجودة المنتشرة، واستطاعت أن تسقط ثلاث مدن تحت سيطرتها وتحتجز كثير من الرهائن. بالمناسبة الرهائن أغلبهم ليس مدنيين، أغلبهم من الجيش العراقي. هذه النقطة خلينا عند المواقف
استاذ علي، اليوم بعض الحكومات مواقفها نشوفها متفاوته، جبانه، شلون نقدر نوصفها اتجاه هذه القضيه، قضيه الامه العربيه الاسلاميه او قضيه الاسلام وقضيه الاحرار اللي هي القضيه الفلسطينيه؟ وبناء على كل هذه المعطيات والسيطره المقاومه الفلسطينيه نشوف البعض بعده متردد يخاف يساند هذه القضيه. واضح اذا ترجع لبيان الجامعه العربيه وبيان بعض الحكومات العربيه لا زال الموقف متخاذل وخانع في هذا الموضوع. بالعكس انا ارى هذه المعارك هي بدات تكشف حقيقه من هو المنافق ومن هو الذي فعلا يريد اخراج الكيان الغاصب من هذه الارض ومن هذه البقعه ومن هذا الموقع. واضح حكومات العربيه لا زالت مجامله للكيان الصهيوني، ولن نتوقع ان يكون هنالك موقف داعم حقيقي للشعب الفلسطيني ولفصائل المقاومه. النقطه الاهم التي يجب ان ننتبه لها، التخطيط العالي والاستراتيجي لمحور المقاومه بصوره عامه ولفصائل المقاومه الفلسطينيه، انا اتوقع ان يكون هنالك خلايا نائمه فلسطينيه داخل العمق الاسرائيلي حتى على مستوى المعامل والتصنيع. لذلك من تفاجئ انه موضوع السيطره على هذه المساحه الجغرافيه لا اتوقع في حال حتى وان قبلت الفصائل الركون الى هدنه مؤقته او انهاء هذه الحرب الان المشتعله والمستعره، لا اتوقع ان تنسحب هذه الفصائل من هذه الجغرافيا ومن هذه المواقع التي تمت السيطره عليها. بالعكس اتوقع سيتم نقل الماكينه العسكريه لفصائل المقاومه لهذه الجغرافيا، وبالتالي هذا الاضطراب نقطه اساسيه يعني ما نقدر نتجاوزها، ما هي جزء من المعركة. أكو 4000 أسير فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني. هذه النقطة تم معالجتها. هذه النقطة طبعا واحدة من أهداف هذه المعركة هو العمل على اقتناص واصطياد أكبر عدد من الجند الكيان الصهيوني. لذلك على مستوى قيادات عليا كان هنالك بنك من المعلومات حاضر لدى الفصائل المقاومة. هذه المفارز التي دخلت، أنا أكدت في بداية كلامي، هي عبارة عن غرفة عمليات متكاملة، قيادة وسيطرة وتنفيذ ممكن مباشر. يتم إطلاق سراحهم؟ لا يمكن إلا من خلال مفاوضات، وهذا الموضوع أعتقد سيحقق بالمناسبة مكاسب معنوية يعني كبيرة جدا. بعضهم أكثر من 20 سنة مسجون بسجون الكيان الصهيوني. من المؤكد، يعني صار من المؤكد، أنا أكرر، من يقرر بالمناسبة إيقاف حالة الحرب كما وعد سيد حسن نصر الله والسيد الخامنئي في لقاءات ومناسبات كثيرة جدا، إذا ما فكرت إسرائيل في بدء الحرب فمن ينهي الحرب هو فصائل المقاومة. اليوم لا، انتقلنا إلى مساحة أكبر، ليس إيقاف الحرب، البدء بحالة الحرب وتحديد وقت الحرب ومكان الحرب باتجاه زوال الكيان الصهيوني. لذلك المتوقع في الأيام القادمة أولا سنحقق انتصار معنوي كبير جدا في موضوع تحرير الأسرة اللي مثل ما أشار جنابك استمر أسرهم لعشرين سنة أو أكثر أو أقل بقليل. هؤلاء الأسرة بالكامل أنا برأيي الآن فلنعلن من اليوم سيتم إطلاق سراح كل الأسرة لفصائل المقاومة الفلسطينية وحتى محور المقاومة القابعين في السجون الإسرائيلية، والتفاوض بخصوصهم من جانب المقاومة الإسلامية بمبدأ قوة. هذا موضوع جانب. النقطة التي لم أذكرها الآن وقبل أدخل الاستديو حقيقة من خلال مصادر خاصة، الحكومة الإسرائيلية طلبت من الحكومة الروسية بالتدخل والتفاوض لدى الجمهورية الإسلامية من أجل إيقاف هذه الحرب. إذن الموضوع واضح، القوة الآن صادمة، القوة الآن لفصائل المقاومة الفلسطينية مسيطرة على الأرض بالكامل، وبالتالي لا يمكن مواجهته. إذن موازين القوة اختلفت، لذلك القادم سيكون أفضل بكثير، وأتوقع موازين القوة تغيرت بالكامل على الأقل في تحديد معادلة الحرب والسلام للمرحلة القادمة، عملا بالمبدا الامريكي. ولست محترما للمبدا الامريكي، لكن هذه يجب ان يشير لها، من يفكر بالسلام عليه ان يستعد للحرب. الفصائل من خلال الحرب ستحدد معادله السلام للمرحله القادمه. والحرب اليوم استاذ سعيد تسعت مساحتها، نسمع عنده كتاب او حزب الله اللبناني بدا بالتدخل من الشمال، نتوقع انه تتسع هذه المساحه، بالتالي شنو المطلوب من باقي فصائل المقاومه الاسلاميه بمختلف البلدان لنصرة القضية الفلسطينية؟ طبعا فصائل المقاومة الأخرى في كل مكان التي داعمة للقضية الفلسطينية يعني منذ فترة طويلة، هي عبرت عن موقفها المشرف في دعم القضية الفلسطينية بكل ما تمتلك، سواء أسلحة أو خبرة قتالية أو تكنولوجيا متطورة أو طائرات مسيرة أو
حتى صواريخ دقيقة وغير ذلك. وهناك الكثير أنا أعتقد يعني هناك تمتلكه المقاومة الفلسطينية ستستخدمه في ظروف معينة في قتالها ضد إسرائيل. هذا كله جاء إلى يعني أهلنا في فلسطين من محور المقاومة. الكل يعرف اليوم أن فلسطين هي محاصرة من العرب للأسف قبل الإسرائيليين والأمريكيين، وهناك جهود بذلت خلال العقود الماضية من قبل محور المقاومة وخاصة بقيادة إيران لإيصال هذه التكنولوجيا إلى العقل الفلسطيني المقاوم لكي يصنع ما يحتاجه من أجل القتال داخل غزة تحت الأرض. ومنذ يعني أعوام طويلة السيد الخامنئي تحدث عن أنه لا ينبغي أن نكتفي فقط بتسليح غزة، بل ينبغي علينا جميعا أن نعمل من أجل تسليح الضفة الغربية. فهذا مشروع استراتيجي كبير عملت عليه إيران وحزب الله والفصائل المقاومة الفلسطينية. وهناك اليوم نسمع حديث في اليمن من قبل حركة ما راح يشكل فد إشكال أستاذ سعيد هذا الموضوع أنه تعدد مساحات المعارك بأكثر من جانب؟ يمكن أن يحدث هذا، ولكن أنا أعتقد يعني إسرائيل لا تريد، بالرغم من أنها يعني دائما تحاول إراقة أكثر قدر ممكن من دماء الشعب الفلسطيني، ولكن إسرائيل تعرف إذا ما توسعت رقعة الحرب وانتقلت إلى حزب الله أو إلى إيران ستكون مدمرة بكل ما تعني الكلمة من معنى. يعني كان الإسرائيليون يتحدثون في يوم من الأيام وحتى الأمريكيين عن أن أسلحة إيران وصواريخها هي صور وفوتوشوب وخردة اشترتها إيران من كوريا الشمالية ومثل هذا الكلام. اليوم ليس بوسعهم أن يتحدثوا بهذه اللغة عندما يرون الصواريخ التي صنعتها المقاومة في فلسطين وفي غزة هي دقيقة إلى هذه الدرجة، فما بالك الصواريخ التي يمتلكها حزب الله وإيران. هذه الحقائق تنعكس على كلام اليوم اللي صدر من يعني تعمل على توسعة الحرب. هذا ينعكس على الكيان الصهيوني اليوم وإعلام الكيان الصهيوني قال إنه الموضوع ووصف هذه العمليات بالفشل الأكبر. الفشل الأكبر وين اليوم عند الكيان الصهيوني اللي ممكن تستفيد من عند المقاومة الإسلامية الفلسطينية أكثر وبالتالي تسيطر على باقي المساحات وينتهي هذا الكيان؟ أستاذ عزو، الفشل واضح لدى المتابع للشأن الفلسطيني والشأن الإسرائيلي. اليوم الفشل الإعلامي محاولة التأثير على الرأي الآخر وصنع قضية رأي عام حتى داخل الأراضي الفلسطينية. اثنين، قضية فشل أمني سبراني، فشل في الجيش الإسرائيلي المتواجد على المناطق والأسجة الأمنية، فشل حتى داخل المنظومة المجتمعية داخل إسرائيل، قد هربوا عندما دخلت الفصائل. فالعبارة عن كيان هو بحد ذاته اليوم مهزوز وفاشل، لكن من يحمي الكيان هو أكيد الدول الغربية وأمريكا بحد ذاتها، ونفس الوقت التعاون العربي من قبل رؤساء الدول العربية وأيضا الإقليمية أيضا مساعدين، فما ولد في تلك الفترة كان فترة إعادة بناء. اليوم أقول هي عندما تقدمت الفصائل وقد سيطرت على 3 مدن، ما بعد العملية يختلف ما قبلها من ناحية التقهقر أو الانسحاب من هذه المدن. هذا الانسحاب لا يتوقع الانسحاب منها بقدر ما تكون اليوم أمر واقع بحد ذاتها. وأيضا مثل ما تفضل سعد علي، الكيان الصهيوني وأمريكا تطلب الوساطة لإيقاف الحرب، ومن بدأ بالحرب بهذه القوة بالتأكيد لديه حسابات، أطلق 1000 صاروخ بالتأكيد في جعبته أكثر من 10,000 صاروخ، ومن يمتلك هذه الطائرات المسيرة والاختراق بالتأكيد يمتلك منظومة أمن سبراني. اليوم كفصائل المقاومة بدأت كثير من المخططات مثل مخطط الأمريكي وداعش الموجود في مناطق غرب شرق سوريا والتحرك السابق. نفس الوقت ربما هناك مشروع اللي هو الإجلاء الفلسطينيين من الضفة الغربية باتجاه العراق وهذه الدولة التي يريدون تهجير الفلسطيني فيها، هذه كلها تغيرت. ولا يمكن هذه القوة اليوم الذي دخلت وحطمت الأضلع اللعبة الصهيونية أن تتراجع عن هذه المدن بقدر ستتفاوض، على الأقل ستكون مدينة تحت سيطرتها والبقية تنسحب منها. اليوم هي صاحبة الانتصار وهي من تفرض أنسحب أو لا أنسحب.
بقدر ما يكون الطرف الآخر هو اليوم يبحث عن الوساطة ويبحث عن التهدئة. هذه الشخصية المهزوزة للكيان الصهيوني وهذا النمر الورقي اللي انكشفت أدواته وأساليبه ولاعبه اليوم راح يترك هذا الموضوع فد أثر على المشروع الصهيوني بما يخص موضوع التطبيع مع هذا الكيان من قبل الكثير من الدول، وبعض الدول تتفاخر بعلاقاتها وتدعي أن الكيان الصهيوني ممكن يحميها والعلاقات مع الكيان الصهيوني ممكن تحقق لها فوائد. سيد الكريم، قلناها ونقولها قلناها سابقا ونكرر هذا الكلام، حالة التطبيع أنا أعتقد هي كانت موجودة من قرابة 4 أو 5 عقود لكنها غير معلنة. كل اللي حصل هو إعلان حالة التطبيع، وهذا الإعلان جاء هو لإنقاذ حكومة نتنياهو التي لاقت صدمات كبيرة داخلية وفشل كبير جدا في أكثر من معركة. لذلك عملية التطبيع برأيي أصبحت خارج حسابات اللعبة الأمريكية والصهيونية، فإنها غير منقذة للكيان الصهيوني. الأهم في هذه المعركة أولا ماكنة الإعلام الغربي الذي كان يسيطر على عقول الأمة الإسلامية على أنه إعلام يقف وراء ماكينة عسكرية وترسانة عسكرية كبيرة جدا. هذه الترسانة العسكرية واضحة، هي ترسانة من ورق وانكشفت لا تستطيع صمود أمام إرادة المقاومين. لذلك انعكاسات هذه الحرب هي قبل أن تكون على الشعب الفلسطيني بالإيجاب ستكون بالسلب على كل الكيان الصهيوني. سنشهد يعني أتوقع أن يكون هنالك حالة من انهيار الحكومة الإسرائيلية الحالية، حكومة نتنياهو التي تعاني من أزمة داخلية كبيرة جدا. هذه الزعزعة وهذه حالة انعدام الثقة أصبحت واقعة. يعني اليوم جموع مليونية أو عفوا جموع من آلاف المستوطنين الإسرائيليين يغادرون منازلهم ومساكنهم بهالة من الفزع والهلع، هذا يبين على أنه لا ثقة الآن بالجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي نفسه الآن يتمرد. بالمناسبة عدم وجود ردة فعل لحدنا من قبل الكيان الصهيوني باتجاه هذه العملية من خلال الأرض يبين أنه هنالك حالة من الانهيار والعصيان الكبير للقوات العسكرية الإسرائيلية والتي أعلنت انهزامها بالكامل أمام قوات فصائل المقاومة الفلسطينية. لذلك المتغيرات كثيرة جدا، كل اللي نتوقعه تدخل سلاح الجو وتدخل الوساطات العربية والدولية من أجل إيقاف حالة الحرب للمرحلة القادمة. أيضا فاتني أذكر نقطة مهمة، أتوقع وهذا ما نوه له السيد حسن نصر الله والسيد الولي الفقيه وكذلك قادة فصائل المقاومة، أننا نمتلك أسلحة داخل الكيان الصهيوني. أتوقع أن تكون المبادرة في الأيام القادمة إذا استمرت الحرب من خلال خروج طابور الخامس ممكن. لا وخروج لا بعيدا عن طابور الخامس، خروج فصائل المقاومة من داخل العمق الإسرائيلي ومهاجمة تل أبيب والقدس المحتلة من خلال فصائل ومفارس تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية إذا ما استمرت الحرب للأيام القادمة. وكرد يعني اليوم الحكومة حكومة الكيان الصهيوني سمت فد عملية، عملية السيوف الحديدية وغيرها من هذه المسميات اللي شبعنا منها خلال السنوات الماضية والتجارب والحروب مع الكيان الصهيوني بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. مثل هذه العمليات راح تشكل فد خطر على المقاومة الفلسطينية وعلى روحية المقاوم الفلسطيني، وإحنا نسمع هذا الخطاب من قبل الكيان الصهيوني. يعني أخي العزيز حتى هذه التسمية يعني هي مستغربة إلى حد ما، ما بعرف هل لدينا سيوف غير حديدية؟ يعني هل كان أحد يستخدم يعني سيوف في الحروب غير حديدية؟ التجارب ثبتت سيوفهم ورقية لأنها سيوف حديدية. نعم أعتقد يعني اليوم المعنويات باتت عالية لدى فصائل المقاومة. اليوم نحن استطعنا أن نمتلك القوة التي نستطيع ونؤمن أنها تمكننا من هزيمة الكيان الإسرائيلي. هذه العقلية التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن تجعلها تعشعش في عقول المجتمعات العربية والإسلامية أن هناك جيشا لا يقهر وهو الجيش الأقوى في المنطقة وأحد أكبر الجيوش في العالم أو الجيش الخامس في العالم ويقصدون الجيش الإسرائيلي. اليوم لا أحد يصدق هذه الأكاذيب وهذه المحاولات لإخافة المجتمعات العربية والإسلامية. هناك حماس كبير لدى الشباب في كل دول العالم الإسلامي أن يشاركوا مع الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أراضيهم. فأعتقد اليوم المعنويات باتت تنهار لدى المستوطن الإسرائيلي والقيادات العسكرية
والسياسيين الإسرائيليين نعم. اليوم لا يستطيعون أن يشكلوا حكومة بعد نتانياهو بعد هذه الفضيحة المدوية التي حصلت اليوم في الأراضي الإسرائيلية. اليوم ليست لديهم رجال كما كانوا يتباهون بهم مثل شارون والآخرين في العقود الماضية. ونحن بالتأكيد أستاذ سعيد قلبا وقالبا مع هذه الحماسة لأبناء الشعب الفلسطيني في معركته ضد الكيان الصهيوني. يعني أشكرك في نهاية هذه التغطية الأستاذ سعيد شاوردي الباحث في الشأن السياسي من طهران، شكرا جزيلا لمشاركتك في هذه التغطية. كذلك الشكر موصول للأستاذ مفيد السعيدي الباحث في الشأن السياسي والأستاذ علي فضل الله. شكرا جزيلا. ضيوف كرام وأعزاء، بالتأكيد مشاهدينا الكرام مستمرين في مواكبة هذا الحدث المهم والأهم، ومفتخرين مثل ما نوهنا في بداية التغطية بالانتصارات للمقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني ودك الكيان الصهيوني في داخل المدن الصهيونية وأسر الضباط ضباط الكيان الصهيوني المعتدي على المناطق الفلسطينية والمحافظات الفلسطينية. نلتقيكم في تغطيات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.